السلام عليكم ورحمة الله. كديرين بخير؟ كديرين الأصدقاء؟ كديرين الوالدين ديولكم؟ كديرين الخوت؟ كديرين الوليدات؟ كديرين الأشران؟ بخير عليكم، الحامدين الشاكرين. أنا كنوجه لكم الورد، شوفوا الطبيعة ديال الله سبحانه. كنوجه لكم الورد، كنوجه لكم الرسالة لهاد الجردة، لهاد الجردة، هاد المخلوقة، هادشي اللي خالق الله سبحانه العظيم في الكون ديالو. هاد الجردة راه ديما كتكون عامرة بنادم، هادي كانت ديما كتكون عامرة بنادم، هادي ديما هاد الجردة كتكون عامرة بنادم، كيترينيو فيها الناس كيترينيو فيها الناس. الجردة منتزه هادي كتواجد في مدينة طنجة، هاد الجردة جردة ممتازة. دابا انتم كما كتشوفوا، كما جا دابا هاد المرض، دابا كما جا دابا هاد المرض، كما تشوفوا هاد الجدرة، هاد الشجرة هادي، هاد الجردة هادي خوات من بنادم. كتشوفوا هاد الجردة هادي دابا خوات من بنادم، ما بقى حتى شي واحد كيجي. كما كيقول لك في المثل، بحال كيقول لك في المثال، ساعة الفانة، ساعة الفانة، لا شي مخلوق ولا شي مخلوقة تبقى على وجه الكرة الأرضية، دكا دكا. شوفوا هاد الجردة كما قلت لكم، كرا كانت ديما كتكون عامرة هنا، أم هنا كتكون هنا في هاد الجردة هادي. شوف دابا سبحان الله العظيم، بحال اللي قلت شي واحد ما عمرو جا لهاد الجردة مني جا هاد المرض، بحال تقول ما عمر الجردة كان كيريح فيها شي واحد. ولكن اش غنقول لكم، شوفوا النوار كيدير فيها. دابا انتما كتشوفوا في النوار كيدير في هاد الجردة هادي، شوفوا هاد النوار كيدير في هاد الجردة هادي. علاش هاد النوار دابا بحال هكا؟ دابا هاد الجردة هادي دابا طهرات، دابا طهرات، دابا هاد الجردة كيما قلت لكم بحال زعما طهرات، ولات نقية، ولات نقية دابا هاد الجردة هادي، ولات نقية بحال كيما قلت لكم، ولات مطهرة دابا. حيت مني كانت كتكون عامرة بنادم، واخا كاع هاد الجردة كتشوفو فيها الكنية وكدا والورد وهادشي، والورد وهادشي، واخا كاع كان كيريح فيها بنادم، ميخليوهاش نقية، ما يخليوهاش نقية. حنا كاين ناس شوية جهالة، وكاين ناس كيعملو الناس شي حوايج من الحيوان وما كيعملوها، فهمتيني. دابا هاد الجردة يلاه ولات كيما قلت لكم مطهرة ونقية، دابا ما بقى فيها لا بنادم لا والو. هانتوما كما كتشوفو، شوفوا سبحان الله العظيم على شجرة كيفاش خالقها الله. أو سبحان الله العظيم، شوفوا هادشي راه بحال في الجنة. هانتوما شوفوا على شجرة كيفاش مخلوقة، هادشي بحال في الجنة. هانتوما الشجرة بحال في الجنة، هانتوما كما كتشوفوا على شجرة سبحان الله العظيم على خير فيها. علاش؟ كما قلت لكم هنا، هانتوما كتشوفوا هنا الكراسة فين كيريحوهم، وكتشوفوهم عباد الله. احسن جرده هي هذه غنشوفها انا في المغرب عندنا بعد هاد الساعه هادي. احسن جرده كتواجد في مدينه طنجه، احسن جرده، كراسي فيها معتبرين نقيين. هانتم جرده نقيه ممتازه، جرده ممتازه، جرده ممتازه. هنا المسؤولين كيخدموا خدمتهم هنا في طنجه بالرجوله، هنا المسؤولين كيقابلوا خدمتهم بالرجولة. هانتوما كما قلت لكم جردة ممتازة، جردة ممتازة. جردة ممتازة. هانتوما شوفوا الكراسة كيفاش عاملين،
كراسة مزيانين نقيين. شوفوا سبحان الله العظيم كيما قلت لكم هاد الجردة مني خوات من بنادم كي ولات هاد الجردة محترمة. شوفوا انتم شوفوا تبارك الله هاد الخير انتم بحال في الجنة هادشي انت. شوفوا سبحان الله العظيم بحال الجنة هادي انتم. شوفوا على شجرات كي دايرين خواتات هاد الشجرات جوجات خواتات وعائلة انتم شوفوا عائلة ديال الشجرات مجموعين اربعة شجرات عائلة. شوفوا سبحان الله العظيم الله العظيم مني كان بنادم كيخرج على برا قبل ما يكون هذا المرض وكان كان بنادم كيخرج على برا ما كانش هاد الشجر بحال ما كانت تلقاه تبارك الله دابا راه غادي كيكبر غادي كيطوال غادي كيزيان. مني ما كانش هذاك المرض كان كيخرج بنادم على برا والشتا ما كانتش وكان هاد الشجر تا هو داوي بدا كيكرم. دابا شوف سبحان الله العظيم مني جا هاد المرض وربى فيهم الخوف وتوقرت توقرت هاد الجردة تنقات ولات متطهرة ولات الغرس فيها ولا كيكبر ولا كيكبر وتنور تبارك الله ولا الغرس فيها كيكبر كيطوال. هانتوما شوفوا سبحان الله العظيم ما عمرني دخلت لهاد الجردة ولقيت فيها الماء اليوم سبحان الله العظيم. شوفوا الماء محقن في الأرض ديال الشتا هو فينا. شوفوا على الورد شوفوا على الورد تبارك الله هانت بحال في الجنة. كل غرس في شكل كل نوع في الغرس في شكل هنا النوع اللي بغيتي ديال الغرس كاين هنا انت النوع اللي بغيتي ديال الغرس. شوف هذا كيقول لي الكيليتوس انت شوف تبارك الله غابة ممتازة. هنا هاد البلايص هانتوما كيما كيتواجدوا معانا كيجيبوا الوليدات ديالهم كيلعبوا هنا هادي بلاصة اللعاب. هادي هاد البلاصة هادي بلاصة اللعاب هاهي هادي بلاصة اللعاب فين كيلعبو الوليدات هاهي فين هاهي. داكشي نقي عندهم هانتوما كيما كتشوفو الدروج داكشي نقي هنا في مدينة طنجة داكشي نقي مزيان معتبر داكشي كيجيو الوليدات ديالهم كيلعبو هنا. احسن جردة غنشوفها في المغرب عندنا هي هادي كتواجد في مدينة طنجة طريق البلايا تو الكازينو. احسن جردة احسن جردة هانتوما كيما كتشوفو دروج تبارك الله كيفاش داكشي معمول مخدوم داكشي نقي تبارك الله. كنشكر كلهم خوتي المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب كنشكركم كاملين. الله يخلي لكم وليداتكم الله يخلي لكم الوالدين ديولكم والله يرزقكم الصبر. وكنطلبوا الله سبحانه يبعد منا هذا المرض هذا. ولكن في الحقيقة ما نكذبش عليكم أنا ما كانش عندي الخاطر ولكن دابا يلا ولا عندي الخاطر يلا ارتاحيت في الدات ديالي. حنا ديما كنت كنسول العباد لا كنقول لهم واش الميريكان تا هما مرضوا كان كيقولوا لي شي حاجه قلال. ودابا ملي كنسول قال لي الميريكان تا هي راه مرضوا فيها الناس بزاف هي راه ماتوا الموتى عندهم بزاف الميريكان. عاد عقبت فرحت عاد عقبت فرحت بالرجوله. علاش ما نكذبش عليكم الميريكان قاريه قاريه بزاف عندها القنوقه الشيطان وكيهضروا معاه وكيعبدوه. اي حاجه كتكون تبغي تكون كيعلموا عليها العلماء ديال الميريكا. اي حاجه كتبغي تكون كيعملوا عليها الميريكا كيعرفوها العلماء ديال الميريكا. حنت علاش العلماء ديال الميريكا القاري الواعين القنوقا مكتشفين هذا الرئيس اللي كاين دابا هذا الرئيس اللي كاين دابا ديال الميريكان مكتشفين كيفاش غادي يموت. غادي يموت بالسناح غادي يموت بالقرطاس غادي يموت بالقرطاس غادي الساعة ديالو اللي غادي تيري فيه العصاب. حنت العلماء هما اللي كانوا اكتشفوا واحد المسلسل ديال الجنيات
في الاخر صدقوا نيت هذوك الجنيات نيت كيبانوا نيت بالمعقول. كما قلت لكم الامريكان قارين مزيان، عندهم العلماء واعرين، اي حاجه كيصنعوها ولكن انا في الاول هذا المرض مني كان جا هذا المرض يلا كنضرب دوله وحده، كنت قلت لكم انا راه غادي يضرب 4 دول، انا اعلنت على 4 دول كان غيضرب هذاك المرض، وفعلا ضرب 4 دول، وهذوك الدول هما اللي بدا كيعاديو البلدان كاع، في المثل شي اجنبي ولا شي واحد في شي بلاد وجا لبلادو كيجي مع هذاك المرض وكيعادي الناس حداه. ولكن الله يخلينا الشريف ديالنا محمد السادس نصره الله، بعد طرق البيبان بكري، طرق البيبان، سد البيبان، سد الحدود، ما يدخل عندنا حد ما يخرج عندنا حد بالرجوله. علاش كيقولوا للشعب دخل لمحالاتك وسد عليك؟ علاش سدوا عليكم في محالاتكم؟ بغينا باش نعرفوا كل مريض تكون صحيح، ورا كاينه المراقبه، واخا انت في دربكم وتقول راه المخزن ما كاينش، السيفير راه معاك، اللي مريض في شي بلاصه راه بالخف يديك راري ويجي لابرانس هزو دي. كما قلت لكم الرجال، الناس تسد عليها في المحلات ديالها وتريح تصبر الحكام الله، راه كاين مرض خبيث، هذا المرض كيتسمى الجرثومة الخبيثة، كيتسمى الفيروز. لانه الحمد لله كما قلت لكم بحول الله، حمد الله سبحانه قال لك الا خليت الظالم تانا راني مظلوم، شي هذا المرض لما كان جايش من عند الله سبحانه واكتشفته في شي دوله غادي الله ياخذ فيها الحق، لانه تعدت على بزاف الصبيان وتعدت على بزاف الرجال والاولياء، تعدوا على الناس بزاف بالرجوله. شي كما قلت لكم هذا المرض لما جاش من عند الله سبحانه جا من شي دوله غيتعاقبوا غادي يحاسبهم الله، ما نكذبش عليك غتكون عندهم غزاوه كثيره، ولكن ان شاء الله بحول الله باقين غادي نشوفوا، كما قلت لكم اش غيتوقع في الفينار، ديال هذا المرض، غنشوفوا اش من دوله اللي غادي نتاحب قارد، قلت لكم الدوله اللي الا كان شي دوله اللي خالقه هذا الشيء، هذا المرض هذا، شي دوله غادي تتعذب بالرجوله، غادي المرض يولي عندهم بالدوبل، المرض غادي يولي عندهم مدوبل. شوفوا على جردة تبارك الله كي دايره ممتازه، شوفوا جردة منوره غزاله تبارك الله، طائره جيبها هنا تنوض، طائره حربيه هنا حطت تنوض تقلع، الارض نقيه.
ولا جردة تبارك الله، كيفاش نقيه؟ وحنا هاد المرض ما كنخافوش منه، حنا دي حاجه ما كنخافو منها، حنا اللي كتجي من عند الله مرحبا بيها، واللي كتجي من عند العبد لا سمح ليه. ايوا كما قلت لكم الرجال صبروا تيفرج الله، صبروا تيفرج الله. اي واحد السؤال، الله يرحم لكم الوالدين، اللي في شي دار يقرا القران، اللي في شي دار يقرا القران، اللي في شي دار يعبد الله، واللي عدو شي ما يصدق يصدق ويتعاون مع الدراوش. وكان طالبوا بهاد الشركات الكبار يتعاونوا مع الدراوش، كان طالبوا بخوتنا المغاربة كاملين يوقفوا مع بعضياتهم وقفة نضالية. كنشكر كل الشعب المغربي داخل المغرب وخارج المغرب، بارطاجيو هاد الفيديو، بارطاجيو هاد الفيديو وديروا نجيم. الله يرحم لكم الوالدين، بغينا الرسالة توصل.